بكم كأطفال ديال جمعية شمس أزرة لذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بكم معنا في المشروع الأول لجمعية بادر، مشروع الزنقة النموذجية. سمعوني مزيان، بيت هنا أفتح الجور هادو بيت هما طيب اليوم صافي. أمبا 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 يا أمبا ما كتعرف ما كتعرف أخ تتسيح 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 ما فتسيح ما فتسيح شوكي كتعمل أش سيقي معانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كنتشرف بالحضور ديالكم في هذا النشاط الأول لجمعية بادر في السويقة أزرو أيتم اللول. هذا النشاط اللي بدا منذ مدة ديال 3 شهور بكثير من الاجتماعات اللي دوزنا باش أننا نوصلوا لهذه اللحظة الحاسمة اللي بدينا البارح إن شاء الحمد لله. بدينا في هذه الأشغال اللي دامت من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 10 والنصف ليلا باش اننا نصفوا هذا العمل، وباقي لنا اليوم واحد شويه الخدمه ديال الشتلات وليفاز. وكنشكروا كاع الناس اللي دعمونا والساكنه اللي رحبت بنا احسن ترحيب، وكنشكروا كاع الفنانه وكاع الجرائد الالكترونيه اللي تعاونت معنا في هذا الخير، وبالاخص جريده بلاديسات التي كانت وقامت بالتغطية الشاملة للمشروع منذ البداية ديالو البارحة على الساعة 9 صباحا وكذلك اليوم الحمد لله. ونطلب الدعم من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدني، وكنرحبوا بالجميع من الساكنة من الجهات من السلطة من المجلس الجامعي لأيتم اللول من جميع السلطات والأفراد والجهات المحلية على الصعيد المحلي والجهوي وكذلك الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم القائد حسام مخطوط من المنظمة المغربية لكشف المرشدات فرع أزرو ومستشار بجمعية بادر. كيف ما كتعرفوا هذا النشاط هذا اللي هو مبادرة مجموعة من الشباب اللي ساهموا معنا تبارك الله عليهم الله يجزيهم بخير بالوقت ديالهم وضحوا بالوقت ديالهم باش ينجحوا هذه الزنقة النموذجية اللي غتكون كأول مشروع بحي أزرو وتكون تكون كتحفيز للمجموعه من الاحياء الاخرين. وبطبيعه كنشكر جميع الناس اللي ساهموا معنا بصفتك قائد ديال المنظمه المغربيه لكشف المرشدات وكمستشار ديال جمعيه بادر. كنشكر جميع الاخوه اللي ساهموا معنا، وحنا راه الاشاره كيف ما كمنظمه او كجمعيه محتاجين لنا فشي زنقه فشي حي باش نتعاونوا معكم ونتساعدوا معكم نرجعوا هذا الحي هذا بحال هكا. وفي نفس الوقت بغينا ندير واحد عمليه تحسيس للناس باهميه البيئه باهميه الزنقه، تكون زنقه نموذجيه وتكون حي رائع باش حتى في المناسبات بقاو يتجمعوا وتكون واحد شويه ديال الضحك. وفي نفس الوقت بالنسبه للاطفال صراحه ما كناش معولين هذا الكم الهائل ديال الاطفال اللي كتشوفوا باش نضحكوا معاهم ونشطوا معاهم، وفعلا حتى حنا فرحنا وفرحونا تبارك الله عليهم بالحضور ديالهم. والهدف الاسمى من هالشيء هذا كله وهو البسمه ديال هاد الاطفال وبسمه ديال الناس ديال الناس ديال الحي اللي جينا تعاونا معهم وتما تعاونوا معنا الله يجزيهم بخير. وكنشكر جميع الناس اللي ساهموا، وكنشكر جريده بلاديسات على الحضور ديالها، وكنشكر جميع الجمعيات، وكنشكر جميع الناس اللي المحسنين اللي تعاونوا معنا. بادر بسميت جمعيه شمس ازرو اللي كنمثلها كرئيسه، وهذا الحدث اول من نوعه بالنسبه لازرو اللي كيشرف المنطقه، هي اول خطوه اللي غادي
يداروا عليها كاع زنقات نتاع أزرو إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهذه مبادرة منهم جميلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. إحنا محتاجين في غاية الحاجة بالنسبة لهذه المجالات الخضراء وهذه الأزقة اللي تكون مزينة بهذا الشكل. ولي شرف كبير أنني نشاركهم في هذا الإيفينمون اللي هو حدث جميل كما قلت، وهو غير أول حدث، يعني مازال إن شاء الله الخير جاي. وأنتم كيف كتشوفوا الحمد لله حتى الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة شاركونا في هذا الحدث، لأن الأهداف ديال الجمعية محاولة إدماج هذه الأشخاص اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع في كل في جميع الميادين ديالو، باش الأطفال ما يحسوش بحتى شي نقص. كما سبق لي الشرط مرارا وتكرارا على أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم حساسين بزاف، والأغلب ما نقولش الأغلبية، فيهم بعض الأشخاص اللي كيحسوا بالنقص. دونك حنا كنحاولوا باش ما يكونش ذاك النقص، وهذا هو الغاية من هذا ليفينمون اللي انضمت جمعية بادير اللي كنشكرها كثير. وكيف كنلاحظوا الأطفال ما شاء الله عليهم دمجوا بكل بساطة وبكل سهولة، وما محتاجين بحال هذه الأحداث. كنتمنى أنها تكرر، لأن هاد الأطفال ديما محبوسين أونجين غالي، هما ديما محبوسين في البيوت ديالهم مع الأمهات ديالهم. هذا بالنسبة ليهم شي حاجة جميلة وجديدة، لأن خرجناهم من المنازل. لأن أنا بالنسبة لي البيت بالنسبة للطفل ذو الاحتياجات الخاصة كسجن، لازم أنه يخرج ويمارس الحياة ديالو الطبيعية بحال جميع الأطفال. والحمد لله كنتمنى الله يوفقنا، وما تكونش هذه آخر خطوة أو لا آخر إيفينمون من هاد النوع إن شاء الله. يعني تحية جمعوية للجميع الحضور بصفتي أحد من الجالية المغربية وابن منطقة أزرو. تنشكر جميع اللي ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا النشاط، لصراحة نشاط إشعاعي عنده دلالات كثيرة. وهذه الزنقة النموذجية إن شاء الله تنتمنوا من القلب أنها تعم أزرو بالكامل، ماشي إن شاء الله تكون هذه أول وآخر زنقة نموذجية. إن شاء الله الشباب ديال أزرو ياخذوا بهذه التجربه ان شاء الله، وتعم أزرو ان شاء الله. ولما لا ان شاء الله، ما بغيناش زنقه نموذجيه في أزرو ان شاء الله، بغينا أزرو كامل ان شاء الله يكون نموذجي على صعيد العمل ان شاء الله، وعلى صعيد الجهه، ولما لا ان شاء الله على الصعيد الوطني. وتنشكر جميع دائما تنشكر جميع كل اللي ساهم، من قريب من بعيد من قليل بالكثير السكينه، وتنشكروا حتى السكينه اللي صراحه وفرت جميع الظروف وجميع الشروط من وقت ومن مؤونات غذائيه ومن جميع اللوجيستيك باش ان شاء الله هذا الحفل يكون في المستوى. وكنشكر الجمعيات اللي شاركات والاطفال اللي حضروا بكثافه والناس اللي اثروا لنا هذا الحفل البهيج. وتنشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي حضرات، انفوتوس وبلادي سبعه والمنبر وجميع المصورين وجميع الطاقم اللي حضرنا. جريده بلادي سبعه لتغطية هذا النشاط البيئي الأول لجمعية جمعية بادر التي تأسست يوم الخميس 18 غشت 2016. هذا المشروع الذي يتكون من صباغة الزقاق أو الحي بالإضافة إلى تشجيره والقيام بمجموعة الأنشطة التي شملت كذلك أطفال جمعية شمس أزرو في المرحلة الأولى، ثم اليوم كذلك ستتم إتمام عملية صباغة وتشجير الحي. هذه المبادرة كانت بفعل تضافر الجهود ديال ساكنة حي أزرو والمحسنين لأجل إطفاء روح المواطنة والحفاظ على البيئة وترسيخ قيم المحافظة على البيئة، على أساس أن المشروع سيستمر وسيشمل مجموعة من الأحياء ديال حي أزرو، وكذا حي تمرسيت الذي تشمله المبادرة في مجموعة ديال الأشياء. هنا هذه دعوة للساكنة ديال
الحي أزرو لأجل مد يد المساعدة ومد مد يد التعاون لأجل القيام بأنشطة اللي هي ذات حمولة بيئية وحمولة تحسيسية لأجل توعية ساكنة الحي ويكون خير إن شاء الله.